خير يا أيها المشاهدين الكرام، أهلا بكم بنشيد الأخبار الكادتة الطبيعية، ومعكم أنا تسنوات. فرد أنظر بها عاصفة ضلوع إصار المداري السرجة، تعرضت مياه منطقة نوسة تنقرة الشرقية لأمواج بلغ ارتفاعاته 6 أمتار، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا. يستند آخر تحديث إلى بيانة من الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث IBNBP يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، بلغ عدد الكتلى بسبب الكارثة في مقاطعة نوسة تنقرة الشرقية 119 شخصا، مع تفاصيل 60 ضحية ماتوا في شرق فلوريس، و21 ضحية في ألور، و3 ضحايا ماتوا في منطقة بيلو، ثم ضحية في منطقة كوبانغ ومدينة كوبانغ. وعلاوة على ذلك، توفي 28 ضحية في منطقة لمباتا، وضحيان في منطقة سابوريجوا، و1 ضحية في إندي. مع هذا العدد الكبير من الضحايا والخسائر الدولة بسبب الكارثة، إذن لماذا عن تطعيم COVID-19 في نوسة تنقرة الشرقية؟ هل سيستمر تطبيقه أم يتم تعجيلها بعد اكتمال معالجة الكارثة؟ في الحدث الاقتراضي فورم إندونيسيا بانجت 6 أبريل 2021، أن في استراتيجية قطاع الصحة لتسريع الانتعاش الاقتصادي، أكد وزير الصحة أن العديد من الضحايا تأثروا في شرق نوسة تنقرة، بحيث تركز الحكومة حاليا على إدارة الكوارث أولا لأنه كان لابد من علاج الضحايا والجرحى على الفور، فتم تأجيل التطعيم في شرق نوسة تنقرة. في تلك المناسبة قال بودي إن وزارة الصحة سيدت حوالي 10 مراكز صحية وجبلت فريق من العاملين الصحيين. مع الأخذ في الاعتبار العديد الكبير من الأصابات والخسائر التي سببتها الكارثة، وكشف وزير الخاصة بودي هنادي سبب أن تعجيل في تطبيق التطعيم ثم في الاجتماع المحمود أيضا طلب رئيس الجمهورية جوكو ويدودو قد طلب وزير الصحة لتوفير الخدمة الصحية على الفور للضحايا المتضررين من الكوارث في نوسة تنقرة الشرقية ونوسة تنقرة الغربية. وفقا لبودي، استنادا إلى الاجتماع المحمود مع رئيس الجمهورية جوكو ويدودو والعديد من الوزارات ذات الصلة، فإن الإعصار المدني السرجة الذي يحدث حاليا هو الأكبر الذي له تأثير في إندونيسيا. وبالإضافة إلى ذلك، طلب رئيس الجمهورية جوكو ويدودو ووزارة الصحية زيادة عدد أماكن الخدمة الصحية في المناطق المتضررة، كذلك تجهيز منازل للتعامل مع الضحايا. كفيت أخبر مني، شكرا لكم، إلى اللقاء.